السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنقوموا بجولة في الصخور الملونة في تفراوت وبالضبط في أومركت عن طريق تغرارت. جي من الداوت درت تغرارت ودخلت لأومركت يعني نكتشفوا معكم لي غوشي. وهاد البير هذا اللي عقل عليه كيجي بين ملي كتقرب على سميتو لامركت البير صغير كنا كندوزو تما كنلقاو. اوكي نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا. ندوزو شويه د الانجليزيه تاعي. Good morning everyone, we go to Tafraut Amarkt and party the rocks valley. The rocks were planted by John Verham back in 1984. The Belgian artist owns more than stones, bush blue paint. Tafraut is the heart of Berber in the empty Atlas mountain. It's one of the of kind destination in Morocco. The place is very quiet. أنا معكم. هاد الصخور هادو كنديرهم واحد البلجيكي فعلا 1984. القصة ديالو على مرتو وسميتو ما لي ديتاي ديجا كاينين. نتمناو يعجبكم هاد الفيديو هذا. السلام على منابر الله. على بركة الله. منابر خلاوة.
يعني على كرة البحر وخليه مش كده يريح البحر مش ما تفكر سوري وغامض جلال جلية قد نصر ولا ما نصر سري دايس تقطع لي على الفيديو شوية في الصداع واسمته